الرئيس السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة. مدبولي يعرب عن التطلع للعمل مع بكين لتنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي. والبنك الدولي يبحث تفعيل خطط الاستجابة الطارئة لتوفير تمويل طارئ للبنان بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار. صباحا السادسة بتوقيت جرينتش، نشرة اقتصادية تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجوك وزير المالية، حيث تابع السيد الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل بما يحقق تحسنا في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز العلاقات الوثيقة بين القاهرة وبكين. وخلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي والوفد المرافق له، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل مع الجانب الصيني خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي. وأضاف مدبولي أن العام الجاري يشهد احتفال البلدين بمرور 10 سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين عبر إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية. بدوره أشاد رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي بتجربة تيدا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داعيا الشركات الصينية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا موسعا مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جهاز حماية المستهلك ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء القرار الخاص بضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية
الاستراتيجية السبعة، وأوضح وزير التموين أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب في المواسم الاستهلاكية المختلفة. وأكد وزير التموين على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة حركة السلع بما يحقق استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبا على السوق المحلي. وفي السياق المتصل، عقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مديري المديريات التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالسوق المحلي ومراقبة انتظام طرح السلع والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق. وأكد وزير التموين ضرورة توافر جهود كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما شدد الوزير على أهمية متابعة حركة السلع الاستراتيجية والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها. وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية وكافة الأنشطة التموينية والتجارية، والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم. وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين. وللمزيد ينضم إلينا هاتفين دكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية. بعد التحية، ما رأي حضرتك في حجم نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لضبط الأسعار بالأسواق وضمان توافرها وعدم التلاعب بالكميات المتاحة منها؟ طبعا خير جاكلين هانم، صباح الخير للسادة المشاهدين. يمكن دي كلها كانت توجيهات من ابتسامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان توافر السلع لكافة المواطنين في كافة ربوع مصر بأسعار مقبولة. وبناء عليه دولة رئيس الوزراء أصدر قرار باعتبار 7 سلع استراتيجية هي سلع أساسية، ويتم التركيز على ضبط تداولها. السلع دي هي الزيت الخليط، الفول، الرز، السكر، اللبن، المكرونة والجبنة البيضاء. يمكن السلع اللي ما فيش بيت بيخلو منها وبيتعامل معها المواطن يوميا. في كذا إجراء تم في هذا الاتجاه. نمرة واحد، إنشاء صوامع ومخازن على مستوى الجمهورية حقق لي الوفرة وتوافر هذه السلع بكميات تديني رصيد استراتيجي. إحنا رصيد استراتيجي عندنا من 4 أشهر ليوصل لسنة لبعض السلع. نمرة اثنين هي ضمان انسياب وتداول هذه السلع، عدم حجبها، منع أي ممارسات احتكارية. والقرار اللي طلع من دولة رئيس الوزراء هو الإجراء التنفيذي لذلك. عشان كده كان اجتماع امبارح كنا كلنا مع كافة الجهات، شراكة للحكومة والقطاع الخاص، اتحاد الغرف مع غرفة الصناعات الغذائية، مع كافة الأجهزة في الحكومة برئاسة معالي وزير التموين. حطينا الإجراءات التنفيذية وتوافقنا عليها اللي هيطلع بيها قرار اللائحة التنفيذية لقرار رئيس الوزراء. ما هي الإجراءات التي ستتم لضمان توافر هذه السلع، عدم حجبها وانسيابها؟ على جانب آخر، ودي احنا بنناشد بها كل تجار مصر الأوفياء، إعلان الأسعار. لابد أن يعلن السعر، المواطن حق له أنه لما يخش محل يلاقي السعر معلن. ما بنقولش بآلية مكلفة كرتونة متنية على الرف فيها السعر، فأنا كمواطن بقارن ماركة بالتانية بالتالتة وبنقي الأرخص والأجود، بقارن محل بالتاني بالتالت وبنتوجه للمحل الأرخص
وبالتالي المنافسة دي هي اللي بتهبط لي الأسعار وتؤدي للارتفاع. طب دكتور علاء، يعني على ما ذكرت حضرتك ان هناك الان رقابه وشفافيه في مختلف المجمعات الاستهلاكيه ومتابعه من جهات مختلفه، كيف ترى التنسيق بين جهات الانتاج وسلاسل التوريد المختلفه دكتور علاء؟ وايضا يعني نتحدث عن منافذ البيع في ضمان استقرار السوق خاصه في ما يتعلق بالسلع الاستراتيجيه. حضرتك بالنسبه لكافه السلع مش بس السلع الاستراتيجيه، احنا الهدف بتاعنا هو الوفرة، ان انا بضخ كميات كبيرة في كافة الاسواق، وبالتالي بخلق منافسة بين مختلف التجار ومختلف اليات تداول السلعة. بنحاول نختصر ايضا سلاسل الامداد، ان انا بوفر السلعة من المصنع او من المنتج مباشرة الى المنفذ، وده بيقلل لي التكاليف وبيقلل لي حلقات التداول، ودي كلها منظومة شغالين عليها وزارة التموين، الحكومة، وزارة التنمية المحلية، وزارة الصناعة، وزارة التجارة الخارجية، مع اتحاد الغرف، مع اتحاد الصناعات. هدفنا الأساسي هو ان انا اوفر السلع، اضمن نمرة واحد ان هي متوفرة، نمرة اثنين ان هناك منافسة شديدة بين المنتجين والمحل المختلفين، وبالتالي بيؤدي لي لاستقرار الأسعار وضمان ان المواطن يحصل على افضل سلعة بأرخص سعر. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على كل ما تفضلت به من تفاصيل. إذا مشاهدينا، شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع الدفعة الثانية من تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة في مصر، ومنح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربعة تراخيص بقيمة 675 مليون دولار. وأكد الدكتور عمرو طلعت أن إتاحة تقنيات الجيل الخامس ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي وعلى ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في تعزيز البنية الرقمية للدولة، موضحا أن تقنيات الجيل الخامس سيكون لها بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمي. كما أكد أن تقنيات الجيل الخامس تعتبر عاملا محوريا في تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء، والذي يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة، حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة. كما شهد وزير الاتصالات مراسم توقيع محددات وضوابط إطلاق خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات. أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بالعراق، وجاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء. وخلال استقباله السفير قحطان طه خلف سفير العراق بالقاهرة، أوضح وزير الإسكان أن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية لديها من الخبرات والإمكانات والمعدات والكوادر البشرية ورؤوس الأموال ما يؤهلها للمشاركة بقوة في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية للأشقاء بالعراق، مشيرا إلى أن مصر تمكنت خلال الفترة الماضية من توطين أغلب الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وجاهزون للتصدير لأشقائنا في العراق والدول العربية والإفريقية. وأكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني في مجالات التنمية العمرانية. ودعا المهندس شريف الشربيني السفير العراقي للمشاركة من خلال الدولة والشركات والمستثمرين من العراق في المنتدى الحضري العالمي، والذي يمثل فرصة ومنصة لتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات. وأوضح السفير العراقي أن رئيس الوزراء العراقي مهتم بتعزيز تواجد ومشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.
عقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي اجتماعه الأول مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والذي تم الانتهاء من انتخابه وتشكيله بالكامل في أغسطس الماضي. وأكد وزير السياحة والآثار أن الفترة المقبلة ستشهد بداية تعاون جديد وهام ما بين الوزارة والاتحاد والغرف السياحية، بما يحقق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، وذلك من خلال وضع آليات محددة تمكن كل الأطراف من القيام بدورهم المنوط، مشيرا إلى أهمية العمل على خلق منتجات سياحية جديدة من خلال دمج أكثر من منتج سياحي بصورة مبتكرة وتنمية المنتجات السياحية الموجودة بالفعل. وفي أخبارنا الاقتصادية العالمية، سعى وزير المال الفرنسي الجديد أنطوان أرمان إلى إقناع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بجدية باريس بشأن السيطرة على عجزها المتزايد والامتثال إلى قواعد ميزانية التكتل. وخلال زيارة أرمان إلى لوكسمبورغ لطمأنة نظرائه في منطقة اليورو بشأن أولويات السياسة الفرنسية، قال أرمان إنه قام بإعداد ميزانية لتعزيز سيادة البلاد المالية والوطنية، مشددا على أن احترام قواعد الاتحاد الأوروبي هي مسألة مرتبطة بالمصداقية دوليا، ويتعين على فرنسا تقديم خطة على عدة سنوات لخفض عجزها العام، لكن باريس نالت تأجيلا بعدما استغرق تشكيل حكومة جديدة وقتا بعد الانتخابات المبكرة. قالت مديرة العمليات في البنك الدولي أنا بيردي أن البنك يبحث توفير تمويل طارئ للبنان، ومن المحتمل أن يشمل ما يصل إلى 100 بليون دولار عن طريق استخدام بنود خاصة في اتفاقيات ديون حالية. وفي ظل احتدام القتال في جنوب لبنان، يبحث البنك حاليا سبلا يمكنه من خلالها المساعدة في دعم الاقتصاد، بما في ذلك من خلال تفعيل ما يعرف بخطط الاستجابة الطارئة. وقالت أنا بيردي أنه يمكن استخدام المحفظة الحالية وتوفير بعض الأموال لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل الحرجة للغاية. وفي روسيا تحاول جاهدة خلال السنة المالية المقبلة التحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها والتي تطال قطاع المحروقات بشكل خاص. المزيد في التقرير التالي، نتابع. مصادر مالية جديدة تبحث عنها روسيا في ظل تذبذب استيراد الغاز الروسي نتيجة العملية العسكرية على أوكرانيا، وإعلان عدد من الدول الأوروبية وقف استيراد الغاز الروسي. وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أكد خلال جلسة استماع في مجلس الاتحاد حول مشروع الميزانية الفيدرالية لروسيا لعام 2025 وفترة تخطيط لعامي 2026 و2027، أكد أن روسيا تعمل على خفض اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط والغاز، مشيرا إلى الاعتماد على القروض الداخلية. وفي مطلع الشهر الجاري رفعت الحكومة الروسية مشروع الموازنة للبرلمان، والذي يرصد حصة الأسد للإنفاق على برامج دعم الأسرة والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والبنى التحتية. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات العام القادم إلى أكثر من 40 تريليون روبل، بزيادة نسبتها نحو 12% عن العام الماضي. كذلك سترتفع حصة الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز إلى قرابة 73% من إجمالي الإيرادات. يأتي هذا فيما بلغت احتياطيات الذهب في روسيا مستوى قياسيا في نهاية سبتمبر الماضي عند نحو 200 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.
وارتفعت حيازة روسيا من المعدن النفيس منذ بداية الخريف الجاري بنسبة 5.8%، ويعد الذهب جزءا من احتياطيات روسيا الدولية التي قدرت في 27 سبتمبر الماضي بأكثر من 630 مليار دولار. وفي ظل الأزمات التي تعصف بالعالم منذ سنوات، أصبحت ديون الاقتصادات الناشئة والنامية تعيق خططها للتنمية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. المزيد في التقرير التالي نتابع. تكافح دول العالم النامية لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية، بيد أن التقدم نحو التنمية بها يصطدم دائما بكيفية الموازنة بين تحقيق الأهداف والتصدي لأزمات التمويل. مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيام شتاينر قال إن أفقر دول العالم أصبحت مضطرة لإعطاء الأولوية لخدمة الدين على حساب الاستثمارات، مما يعرقل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وخلال مؤتمر في هامبورغ، أكد شتاينر أن الأزمة المالية تعني أن الدول في جميع أنحاء العالم تكافح من أجل تحقيق الأهداف 17 واسعة النطاق، مثل معالجة الفقر والجوع وتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي. وذكر شتاينر في مؤتمر هامبورغ للاستدامة أن العديد من الدول الأقل نمواً التي تعتبر حرفياً خارج الأسواق المالية لا يمكنها اقتراض المزيد من المال، مضيفا أن عليها تقليص الإنفاق لتجنب التخلف عن سداد الديون. وتخلفت دول مثل غانا وسريلانكا وزامبيا عن سداد ديونها في السنوات القليلة الماضية، بينما تكافح دول أخرى لسداد المدفوعات بعد أن أدت دورة رفع أسعار الفائدة العالمية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض. وفي الوقت نفسه يحتاج العالم إلى تريليونات الدولارات الإضافية سنويا لتلبية أهداف الإنفاق على مكافحة تغير المناخ، ما يؤكد أن تعزيز التمويل بات أمرا محوريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان البنك الدولي قد أعلن في يوليو الماضي أنه بدأ تشغيل منصة قروض وضمانات استثمارية شاملة بهدف مضاعفة توفير الضمانات والتأمين ضد المخاطر المقدمة في جميع أنحاء العالم إلى 20 مليار دولار سنويا. أما عن آخر أسعار الذهب، تراجعت أسعاره بضغط من صعود الدولار، بينما يترقب المتعاملون في السوق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبيانات اقتصادية مهمة لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.1%، وانخفضت العقود الأجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة وصلت إلى 3.1%. وفي أسعار النفط، تراجعت الأسعار قليلا في التعاملات الأسيوية المبكرة مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر أمس الاثنين، وسط مخاوف بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط واحتمالات تصاعدها. وهبطت العقود الأجلة لخام برنت 23 سنتا أو 3.1% إلى 80.70 دولار للبرميل. وهبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 3.1% إلى 76.94 دولار للبرميل. مشاهدينا، ختام هذه الفقرة الاقتصادية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكي آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.